اسمي محمود هشام، طالب الاشتراكين الثوريين، طالب الفئة الأولى كلية حقوق. أنا جاي أعرض الوضع الحالي في كلية حقوق بعد تنصيب الدكتور باهي عميد كلية حقوق. الدكتور باهي كان مستشار مرسي، وكان عضو لجنة سياسات حزب الوطني، وكان في لجنة تعديل 2011 ولجنة الخمسين لوضع الدستور الحالي، وجاي تحت شعار أشد الدكاترة الثورية، وده أكبر استهزاء بالطلبة. الطلبة كان ليها عدة مطالب زي عدم حجب النتيجة للطلبة المتعسرين، زي لا تقل نسبة نجاح عن 70%، زي تطلع النتيجة كل ترم على حدة، وآخر مطلب إن إعادة التصحيح تبقى إعادة تصحيح حقيقية مش إعادة رصد درجات. فجاء الطالب إسلام هبة رئيس اتحاد الطلبة بالمساومة على مطالب الطلبة والتفاوض مع الإدارة بفعل فردي دون الرجوع لاتحاد الطلبة ودون الرجوع لزملائه. فالطلبة احتجت على الموقف ده وقرروا انهم يوحدوا صفهم وينظموا نفسهم بعيدا عن اتحاد الطلبة، وعملوا 3 لجان، اللجنة الإعلامية ولجنة العمل الميداني واللجنة المقترحات. وده طبعا بتهديد من مدير أمن الكلية النوبي بأنه هيطلب الشرطة والجيش في حالة ان المظاهرات لو كانت الساعة 12 في وجود العميد، وقرر لنا ان المظاهره هتبقى من 9 ل 12 على مزاجه. فالطلبه ما همهاش الموقف ده كله، وقامت في مظاهرتها بالفعل يوم 25/8 داخل مبنى العميد. وطبعا العميد هرب من الباب الخارجي بعد ما شاف المنظر ده، فقرروا انه هيدوا الطلبه لوكيل الكليه الدكتور ابراهيم خليفه، نفذ نفس الموقف اللي نفذه العميد وهرب من الباب الخارجي. فقرروا انهم يدخلوا الطرقه اللي فيها مكتب العميد وتلزيق الورقه بتاعه المطالب على الباب، وعطوا الورقة لإحدى الإداريين في الكلية، وعطوا الإدارة مهلة أسبوع عشان تنفيذ المطالب. وفي حالة إن الإدارة ما نفذتش المطالب في خلال أسبوع دون تفاوض ودون أي انتقاص من حقوق الطلبة، هيبقى في خطوات تصعيدية أخيرة توصل للاعتصام في الحرم الجامعي حتى تنفذ مطالب الطلاب. والوقفة اللي حددوا الوقفة الجاية إن شاء الله يوم السبت 1/9، بداية تاني فعاليات الانتفاضة في كلية حقوق. شكرا.